كيقولوا لينا مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه، لا يختص تسمى ذوي القدرات الخاصه. السلام عليكم، أمي محمدي، 21 سنة، طالبة جامعية في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالمسيك. عندي إن شاء الله هاد العام ليسونس، تزاديت عادي، ما كاين حتى شي مشكل. لاج ديال 5 سنين بديت كنحس بواحد الحريق في رجليا، كيجيني كل مرة في العام في الوقيتة ديال البرد. صافي داوني الوالدين ديالي عند الطبيب، كيعطيني دي كالمون كنشربهم كنولي لاباس. ملي وصلت 14 عام كنلقى المفاصل ديالي تنفخو، مابقيتش كنقدر نتمشى، تفيكسيت من هنا من جهة ليونش، ما كنوقف ما والو. ملي رجعت عندو عاود قال لي بلي ما عرفتش شنو نوع المرض ديالك، قال لي بلي غادي تمشي تقلبي عليه في شي بلاصه اخرى وتعرفيه، وديك الساعه جيه قولي لينا. الوغ انا نمشي عند طبيب اخر اللي عرفوا لا ماليدي ديالي ورجع نقولها ليها. رجعت للدار ما كنخرجش مع صحاباتي اللي كنت كنخرج معاهم، غير محبوسه في الدار وصافي. ويجي عندي ماما وتقول لي علاش امي ما ديريش لا شيز غولوند. قلت لها لا، لا الا خديت لاشيز غنخرج للزنقه وبقاو يقولوا لي مسكينه وهادي وشو كي كانت وشو كي ولات، وبداو يقولوا لك عبد الله ومالكي وشنو عندك وهادي. بقيت باركه كنفكر ونقول زعما شنو مورا هادشي، شنو غادي يكون الحل؟ الا ما قلبتش عليه بيدي ما غادي يجيبوا لي حتى شي واحد. صافو جابت لي لاشيز اول مره غادي نخرج بها، خرجت عادي كنشوف نظره الناس تبدلات. بقيت ان سومين نهار على نهار كنخرج بهذيك لاشيز تولفت، علمتني بزاف الحوايج في حياتي، الصبر، التحدي، حب الناس اللي كيبغيك واللي ما كيبغيكش، وحتى الحلم ديالك. بقيت كنقلب في لي سيت انترنيت وداكشي ونلقى واحد الجمعيه، مشيت عندهم قالت لي غادي نصيفطك عند واحد الطبيب. ديت ليه لي زاناليز ولي غاديو ديال اللي قبل، قال لي هادو كاملين يعني ما بقاوش صالحين. عاودت كلشي من جديد، كنكتشف بلي الورك اللي في رجلي هنا بقى كيتحك حتى ما بقاش. لو كان عرف الطبيب هذاك المرض اللي كان عندي ما كنتش غنوصل لهاد الحاله، ولكن الحمد لله لحقاش وصلت لواحد الحاله اللي انا راضيه على الاقصى درجه. انا الحوايج اللي سلبيين كندخلهمش لحياتي، كنعيش داكشي اللي بغيت انا. يعني يقدروا الناس يكونوا سلبيين حدايا ما كنتاثرش بهم. وحده قالت لي جات عندي وتقول لي نوضي اختي من داك لاشيز وما تبقايش تفلاي. باش غنجاوبها انا نقول ليها لا راه ما كنتفلاش، بقيت كنضحك ما قدرتش نجاوبها. صافي بقيت كنضحك وصافي، زعما راه واقع عليها هادشي كامل وكتضحك مازال، راه امبوسيبل. اول مره كندرت لاشيز حتى الا بغينا نخرجوا ترونسبور ما كانش كيبغي يوقف لينا، يعني كنضطر انني كنرجع للدار. ما كنخرج هذيك الوقيته ما كنتش كنخرج كاع بزاف، الا خرجت كنخرج حدا الدار وكنرجع. بعض المرات كيكونوا دي بروبليم صغار كنردهم كبار في حياتنا، والحياه كتعجى غير مره واحده. الوغ ما كاينش علاش نعيشها كامل وانا مقلق وهادي ومقمهماش لا، غتعيشها مره واحده، عيشها زوينه كاع، ما تشوف كاع الحوايج الخايبين. كيقولوا لينا مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه، لا يختص تسمى ذوي القدرات الخاصه. لحقاش الاحتياجات بحال هكا كينقصوا منا شويه، تقدري توصلي لاي حاجه بغيتي، خص داكشي يكون في عقلك. الا درتي شي حاجه في عقلك غادي توصلي لها. والحوايج الخايبين اللي علمتني، والله ما علمتني شي حاجه خايبه، علمتني كلشي زوين. الاهداف ديالي انني نولي من احسن الفاعلين الجمعويين في المغرب كامل. من الناحيه الصحيه ديالي الاطباء كيقولوا كاين امل، عندي 2 عمليات باش ندير زراعه الورك ونولي نتمشى مزيان. كنصيحه للناس، الناس اللي بحالي والناس اللي عاديين، الناس اللي بحالي كنقول ليه فاش تعرف بانك عندك اعاقه ما تخليهاش تلعب عليك بشكل سلبي، يعني تبقى غير مهمش كتسنى الناس وما يعاونوك. عمر الناس ما يعاونوك، عمر شي واحد ما يقول لك اجي حقا نوريك هاد الطريق من هنا، لا غتنوض راسك وغتثق في راسك اول حاجه، وما تبقاش تسوق للناس. ما تحسش براسك بانك راه ما قادر تعطي، ما قادر دير حتى شي حاجه. وبالنسبه للناس اللي عاديين كنطلب منهم يبدلوا نظرتهم للمعاق. لحقاش نقدر انا نفيدك الا كنت اونديكابي، وما غاديش يفيدك واحد الا كان عادي. ربي ملي كيحيد لك واحد الحاجه كيعوضك بزاف د الحوايج. لو كان كنت كنتمشى ما غاديش نربح حب الناس، ما غاديش نوصل بزاف في قرايتي. الحمد لله وكنحمد الله ليل ونهار لحقاش ربي خلقني هكا.